وسأعلن عن تفاصيلها في حينه. تلقيت دعوة لحضور يعني مجموعة من الفعاليات، وكمان يعني التسوق من اكسبو اللي هو لمدة 6 شهور في دبي، وحديث الكل ومكسر الدنيا. مجموعة من أصدقائي أصحاب شركة دعاية وإعلام، ومجموعة من أصدقائي الأحباء في الشارقة، يعني بمناسبة وجود النادي الأهلي دعوني إن أنا أكون إن شاء الله من يوم 7 وحتى يوم 17 بإذن الله تعالى في دبي تزامنا مع وجود النادي الأهلي، وسأحضر مجموعة من الإيفنتات وعمل مجموعة من الحلقات مع ليالي دبي ونواحيها وكل الإمارات، الليالي العامرة الساحرة الجميلة. وكمان يعني نتسوق في إكسبو ونصور لكم كيف هذا بقول إيه المهرجان العالمي اللي العالم كله في دبي بسبب إكسبو. فقصة كبيرة كده هنحكيها معاكم وإحنا مع بعضينا إن شاء الله بإذن الله في دبي على مدار 10 أيام، ويا رب الأهلي يخليهم 15 يوم لأن هي الدعوة جاية لغاية معسكر الأهلي كله يعني، ولكن هي 10 أيام حلوة جدا بالنسبة لي، وإن لم يكن أسبوع يعني، لأن الفترة طويلة وأنا عندي التزامات وعندي ارتباطات كتير. وكمان تلقيت دعوة كريمة من إخواني الأعزاء، يعني برضه سأعلن في حينه من مين والتفاصيل، لزيارة إنجلترا وعمل حلقات من إنجلترا، مجموعة من الأصدقاء وجمعية اللاعبين المحترفين في إنجلترا، يعني دعوة كريمة وجهوها إلي سأتحدث عنها في حينه إن شاء الله بإذن الله. بشكرهم شكرا جزيلا. كمان جاتني دعوة كريمة من معالي العميد صديقي المحترم وحبيبي في الله وائل بمكاوي، أخويا وحبيبي والراجل الجميل الجنتلمان اللي يعني أنا بشكره على كرمه، وبشكره على الهدايا اللي جات لمحمد، يعني بشكرك شكرا جزيلا. راجل أكرمنا وأرسل لمحمد ابني يعني حاجات رياضية عجبته جدا، وبصراحة كابتن وائل يعني ذوقك عالي جدا، محمد كان سعيد جدا بالهدايا، وبشكرك على ذوقك جدا 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 جدا. ووجه لي الدعوة لزيارة أمريكا، لأن أنا يعني كان عندي طموح من زمان إن أنا أزور اليوتيوب في أمريكا، لأن أنا بحاول اليومين دول بذاكر وبطلع لتحويل اليوتيوب إلى مؤسسة، وفعلا ساعدني كتير الأخ وائل مكاوي والإخوة الأفاضل أسرته الكريمة، ست الكل أنا يعني أمي الغالية أنا اللي ربنا ما يحرمني من دعواتها، والسيدة الفاضلة حرمه وأبنائه، ويعني إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا ونحصل على التأشيرات ونكون في إنجلترا وبعد كده أمريكا بإذن الله. أمنية حياتي إن أنا أزور اليوتيوب وأتعلم، لأن عندي طموح إن أنا أحول المنصة دي لمؤسسة فاعلة تربح وتعين شباب ونشتغل فيها بشكل احترافي راقي. فأنا بشكر كل من يساعدنا وكل من يدعمنا. الأصدقاء رزق وحب الناس رزق، واوعى تفكر إنك أنت في يوم من الأيام ممكن تعيش وحدك. أنا بابا سعيد وأنا بشحت من أصحابي، وانا اصحابي بيبعتوا لي دعوات على حسابهم، انا بابا سعيد وانا بتعشى على حساب اصحابي، وانا بابا سعيد لما بطلع عمرات على حساب اصحابي، يعني على راي الشيخ ابو عبد الله بقول له يا عم هو كل شويه دعوه، قال لي اوعى تفكر ان انا اللي جايبك مكه، ان لم يكن ربنا داعيك ما كان جعلني سبب عشان تيجي. فخلوا بالكم، انا اهو بقول لك انا سعيد ان انا راجل باكل على قفا اصحابي، سعيد جدا وربنا يخليهم ليا وما يحرمهمش ابدا مني، لكن ربنا يجعلكم ضيوف عبد الناصر زيدان، واسالوهم ايه اللي بيعمله عبد الناصر زيدان لما بيجوا مصر. اخواتي في الله وبابا تحت رجليهم من الكرم ومن اللي انا بشوفه منهم، لان احنا رجاله وصعيده ومصريين محترمين وبنرد الواجب واجبين.
فربنا يخلي الناس دي. وعلى رأي أمي قالت لي يا ولدي دعيت لك بإن ربنا يفتح لك قلوب الناس، وصحابي أنا كنز، ولولا إنهم كنز محدش يحسدني عليهم ولا حد يتكلم عن اللي بيعملوا معايا، كنز. أنت عمرك شفت يا أحمد يا سيد راجل يتعاير عشان أصحابه بيجيبوا له هدايا ولا بيطلعوه عمرة؟ يعني عمرك شفت يعني الأستاذ مرتضى منصور باعت للناس يقول لهم ايه كل اصحابك خانوك يا ريتشارد، وصورتي انا مع الكابتن مجدي ايدر كبير مشجعي الزمالك واصدقاء تاني؟ فعايز اقول له يا استاذ مرتضى في ناس رايحه تأدي عمره حتى لو بدعوه ببلاش تخون، يعني رايحين نزور الله اللي ربنا دعانا نلف الكعبه ونعتمر واحنا بندعي خونا. يعني هل ده يعقل في عاقل يصدق ده؟ يعني انا بطب الكعبه وانا خاين رايح مكه اخونك؟ طب ليه؟ طب ما اخونك في مصر يعني، وانت ايه واخونك فيا انت ايه عشان اخونك؟ يعني عشان مجدي ايدر معايا؟ طب ما مجدي ايدر صاحب فضل عليكم، والراجل ما لو قعدته العمر كله لو قعدته العمر كله اتوفوا له الجميل مش هتعرفه. خانك عشان جاب معايا العمره؟ ولا كنا بنخطط في روضه رسول الله؟ يا راجل انت مجدي ايدر اقسم بالله يا احمد دخلنا الروضه الشريفه حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يتقول في نزور. دخلت الروضه انا والاستاذ ابو المعاطي زكي، على فكره الاستاذ ابو المعاطي زكي ليه صور معانا نسيتوا تنزلوها عشان يبقى ايه كلنا خاينين مع بعض. دخلنا الروضه ومجدي ايدر كان تعبان في اليوم ده رجله وجعاه، ف جه الظابط منعه من الدخول، فدخلنا صلينا وطلعنا لقيناه قاعد يبكي. ايه يا كابتن مجدي؟ قال لي ربنا غضبان عليا. يا عم اهدى ما تقولش الكلام ده، الراجل اللي خاين يعني ده دليل على انه راجل طيب ومحترم قاعد يبكي. يا عم مجدي اهدى. قال لي ربنا لو كان راضي عليا كنت دخلت معاكم الروضة، رحنا قررنا ما نمشيش من مسجد رسول الله إلا لما ندخلوا الروضة، عملنا اتصالات وبذلنا جهد كبير لأن كان اليوم ده آلاف، فهو بيبكي عشان ربنا يسر لنا احنا اللي دخلنا بدون زحام. وبعد ما دخلنا نسي ايدر فاتمنع فقعد يبكي، فروحنا عن طريق حد من اصحابنا فندم بس صديقنا وكذا كذا 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 اطبهتوه، ورحنا دخلناه ودخلنا معاه. فيوميها حتى ابو المعاطي قال له ربنا كاتب لك، مش عارف ابو المعاطي كان معانا المره دي ولا حد تاني ولا محمود فكر اللي قال له مش فاكر، قال له ربنا كاتب لنا نخش مرتين عشان كده ما دخلتش انت في المره الاولى، عشان كاتب لنا ندخل معاك تاني. راح سجد وقعد يبكي ويقول الحمد لله الحمد لله ان ربنا رضى عليا، الحمد لله ان ربنا رضى عليا ودخلت الروضه. من قلبه الطيب يفكر ان عدم دخول الروضه غضب، الاقي عند رسول الله وما ادخلش الروضه، وكان لازم نمشي في اليوم ده نسافر، يعني حد يقول لك ما يجي بكره، كان عندنا طيران ومسافرين. فهنروح نخونك في الكعبه؟ هنروح نخونك عند رسول الله؟ هنروح نخونك في الروضة يا أستاذ مرتضى منصور؟ هي بتبعت الحاجات دي من تليفونك؟ يعني لما يقولها أي حد هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه ومش هنرد، لا هنسأله ولا هنشتمه، الله يسامحه، وبيننا وبينه القضاء وحقنا بنجيبه، ورجالة وبنعرف نجيبه كويس أوي بالاحترام، مش هشتم حد، مش هشتم حد، ولكن أهو ادي رايح دبي على حساب اصحابي مع الاهلي، يا ترى دي رشوه ايه بقى؟ وبعد دبي رايح انجلترا، دي رشوه ايه؟ وبعد كده رايح امريكا الواقي المكاوي، دي رشوه ايه؟ ايه الحقد ده يا اخي؟ انا ما طلعتش من الدنيا غير باصحابي، اخذ الله منا حاجات كتير ورزقنا بحب الناس والصحبه الطاهره. رشوة على رأي أمنية حسين؟ حتى الراجل المحترم فرج عامر روح تقف جنبه قال لك قابض ومرتشي،
الله يسامحكم. يعني وعلى فكرة، وحتى هاني عادل في هولندا بيقول لي نفسي اشوفك، وامتى ابعت لك الدعوة؟ يا اخي الصحاب رزق، يا اخي الصحاب خير. وعلى فكرة بالمناسبة جايالي دعوة قطر لكأس العرب مع المنتخب. الحمد لله انا راجل زلنطحي وعايش على قفا اصحابي، بما ان انا اللي ببدا اللي انا اي اللي انا اللي طلعت نفس الزلنطحيه، انا والمستشار محمد عثمان. مش انتوا هم هيموتوا نفسهم يخلوني زلنطحي زيهم؟ انا راجل عايش على قفا اصحابي، بيهدوني، بيجيبوا لي البدل، ويجيبوا لي اللبس، ويجيبوا لي الاكل، ويجيبوا لي الشرب. انا ربنا يخليني اصحابي. شفت انت يا احمد اللي قالك ايه؟ انا بكره صحابي رامز جلال، انا بكره صحابي. لا انا عكس رامز، انا بحب صحابي، انا عايش على قفا صحابي. موتوا يا حاقدين يا حاقدين. بس والنبي الى اصدقائي المحترمين اللي يبعت لي تاني مره هديه، لو سمحتوا لو سمحتوا يفتكر احمد السيد. لا ينزلها على الفيسبوك ويقول انا بعت دي لعبد الناصر زيدان، بس ابعتوا وافضحوني انا موافق. اهو دعوة لكفر الشيخ، واحد بيقول لي تعالى اتعشى عندنا في كفر الشيخ. يا لهوي، انا اول مرة يا جماعة اشوف هذا الكم من الحقد، واحد مع اصحابه وصلنا للدرجة دي من الحماقة. هو انا حطيت دي في جيبك يا ابني؟ انا خدت منك حاجة؟